أيضا امبارح كان في مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة، منها اجتماع الأسبوعي للحكومة اللي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم فيه الموافقة على اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية. كمان الحكومة نفت تعليق الدراسة تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي. تفاصيل أكتر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي واللي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلال الاجتماع قال مدبولي إن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم مؤتمر المناخ COP27 على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، وده بعد أن سخرت له الدولة ووزارتها وأجهزتها جميع عناصر ومقومات النجاح، ووفرت له كل الإمكانيات والمتطلبات اللوجستية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وافق مجلس الوزراء على قرار اعتبار سلعة الرز من المنتجات الاستراتيجية، وبيحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. امبارح صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم بالفعل انتظام عمل عدد من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء مستدام طوال أيام الأسبوع من المكاتب المخصصة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد المتحدث الرسمي إن ترتيبات انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بتسير بإيقاع سريع ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول لعمل الوزارات بصورة كاملة من مقرها بالحي الحكومي في وقت قريب. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت بخصوص تعليق الدراسة بكافة المدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب. المركز تواصل مع وزارة التربية والتعليم اللي أكدت إن دي كلها شائعات ولم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأكدت على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي. خطة تعليمية مسبقة موضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في خلال العام الدراسي، في تقسيم للمناهج على عدد الأسابيع وعدد الأيام اللي بيحضر فيها الطلاب. احنا امبارح اتكلمنا في صباح الخير يا مصر عن الإجراءات اللي نقدر ناخد بالنا منها في الفترة القادمة في التجمعات الدراسية خصوصا للأطفال الصغيرين، عن التكدسات وطرق العناية والمحافظة يا أحمد على التباعد أو الطريقة اللي الأطفال تتعامل بيها بحيث ان احنا نقلل من انتشار الفيروس اللي كان موجود في السنين اللي فاتت ولكن يمكن زاد في الفتره الاخيره بشكل مختلف. الاجراءات الوقائيه او ازاي ان احنا نحمي اولادنا واهلنا من الفيروسات المنتشره تحديدا، ويمكن احنا بنسلط الضوء على ده النهارده كمان في صباح الخير يا مصر في حلقتنا. لكن من بين جوله الاخبار اللي تابعناها منذ قليل الخاصه ب في خبر يعني وقفت قدامه شويه، وهو قرار في غايه الاهميه، فكره اعتبار الارز من السلع الاستراتيجيه لاهميته. ويمكن ربما في بعض التجار ضعاف النفوذ اللي بيحاولوا اللي هم يستغلوا فكرة يعني تحرير أسعار الصرف ورفع الأسعار، فكان هنا لازم يبقى في رقابة، ورقابة حاسمة وفاعلة من الحكومة تحديدا، وتمثلت هذه الرقابة في اعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية علشان يبقى سلعة خط أحمر لأي حد يقدر اللي هو يتلاعب أو هيتهاون فيه أو يكون متورط في إخفاء هذه السلعة يعني بهدف رفع أسعارها في وقت من الأوقات، هيكون عرضة سواء للحبس وهنا بنتكلم من شهر لسنة، أو غرامة بتوصل لمليون جنيه أو ضعف يعني هذه المبلغ تحديدا في حالة كانت الكمية المضبوطة عند التاجر أكبر من الرقم ده. لكن مش ده المهم، كان في نوع من أنواع المرونة أيضا في الرقابة، لأن احنا عارفين أن يمكن الأرز فيه يعني أنواع كتيرة منه ومنه، وفي عدد من يعني درجات الجودة الخاصة به، فكان برضو القرار في نوع من أنواع الرحمة شوية للتجار، برضو فكرة أن أنت في تصنيف الأرز الفاخر شرط اللي هو يكون معلب ومغلف
وهو النوعية فاخرة فعلا، فهنا اتحط له ونسبة كسر لا تتعدى 3%. فاخر ما فيهوش اصلا بقى كسر بقى خلاص، احنا بنتكلم حاجة بسيطة جدا 3% لا تذكر يعني. هنا تم تسعيره ب 18 جنيه كحد اقصى. ففكرة برضو رقابة واجراءات صارمة، لكن في نفس الوقت بيكون في نوع من انواع يعني نقول المرونة شوية، علشان خاطر يعني الكل يقدر اللي هو يعمل فيه مناخ تنافسي، وهنا بنقول مناخ تنافسي ونأكد على ده. على أي حال خلونا نروح لجولة المحافظات، لأن معنا فيها مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، منها إطلاق خدمة الكيو آر كود في منظومة التحول الرقمي المميكن في الإسكندرية، بالإضافة لإدراج 23 قرية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة في مطروح. كمان عندنا خبر تاني خاص بفتح التقديم لجائزة المبدع الصغير في جامعة أسيوط، وأخبار تانية بالتأكيد هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها امبارح إطلاق خدمة كيو آر كود موحد لمنظومة التحول الرقمي بالمحافظة، واللي بتتيح الوصول لكافة الخدمات اللي بيحتاجها المواطن، سواء الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو أي خدمات أخرى. في مطروح أكد المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه تم إدراج 23 قرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده بعد دراسة كافة احتياجات ومطالب كل قرية وتحديد المشروعات الخاصة بها. في جامعة سوهاج تم فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، واللي بتنظمها وزارة الثقافة من سن 5 ولحد 18 سنة في مجالات الآداب والفنون وفي مجال الإبداع والابتكار. في أسوان استكمل فرع المجلس القومي للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، وده بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إنه تم تنظيم 91 جلسة من جلسات الدوار استهدفت توعية 4545 رجل وسيدة وشاب. في المنيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 500 فدان من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر. في الأليوبية أعطى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إشارة البدء لانطلاق موسم زراعة محصول القمح على مساحة 60 فدان في مزارع وحقول كلية الزراعة بمشتهر. في قنا كرم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الطالب عبد الكريم محمد صادق بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، واللي حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم مدارس الخط العربي 2022، وتم اختياره أستاذ للخط العربي بمدرسة الخطوط العربية بقنا. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على صرف الدفعة 168 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أكتوبر 2022، وده بإجمالي 804 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.